بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا أسطورة الاكسبيدشن الشكل الجديد أعلى فئة. بعطيكم عليه نظرة سريعة عشان الطقس الجميل اليوم. هذا عندكم الشكل الخارجي أول ما يميز الاكسبيدشن الفئة هذه، فئة البلاتينيوم اللي هو الشب الكروم، ويكون نفسه مصنوع بالكروم. هيك صوت الماكينة، دقيقة طق السيارة أحسن. حلو كده الشبك الكروم، ما يكون يعني طبقة نيكل لكن هو نفسه مصنوع من الكروم، وهذا اللي يرفع سعر السيارة ويعطيك جمالية برضو يعني متانة شبك السيارة. عندك برضو عندك الإضاءات LED الأمامية، عندك العالي والواطي، برضو شكل الاسطبات. فلو قعدت أوصف قطعة قطعة في السيارة ما راح يعني انتهي منها صراحة. شنط 22 دعسات اوتوماتيك مع علامة بلاتينيوم، مساكات الكروم برضو الكروم المطفي، والإضاءة الخلفية تختلف عن الإضاءات العادية من فئة الاكس ال تي، تصير إضاءاتها LED. حلوين. نروح الحين جوا السيارة. بسم الله، أول ما تفتح السيارة تدك على الباب يفتح القفل. شوف المرايات اللي هي تصب اوتوماتيك، تفتح لك الدعاسات. بسم الله ما شاء الله. شغل السيارة عشان الجو الحلو. بسم الله. شغل المكيف مع تبريد المراتب. الحين نعطيكم هنا نظرة سريعة لأن في فيات فيها مواصفات. عندك التفاحين الدركسون الكهرب. بسم الله. نحاول أثبت الجوال. عندك الكرسي كهرباء أكيد يعني جميع الأوضاع. عندك ذاكرة للمراتب، النوافذ كلها كهرب، تصفيط المرايا يكون من هنا. شوف حلوين حلوين. عندك نقط عمياء في المرايات، مرايا عندك اللي هي هي اوتوماتيكية للتعتيم، التعتيم التلقائي. سقف بانوراما اللي هي تعتبر الأولى، اكسبيدشن تعتبر الأولى سيارة الاس يو في الكبيرة. راح نوريكم كيف الشكل لما تضغط على هذا يفتح لك الغطاء. شوف كيف دخلت عليها الشمس، فتحت الفتحة الحين. نضغط على الزر الثاني. فتحتها كلها كاملة. شوف السعة ما شاء الله. مقاعد جلد أكيد الفئة. تدفع تبريد المراتب. نسيت أقول لكم الماكينة في الفئة هذه
هي الاكسبيدشن العادة 375 حصان 6 سلندر توين تيربو في الفئة هذه بلاتينيوم، مقوي لك الماكينة، معمل لها يعني تونينج، موصلها لك إلى 400 حصان في الفئة هذه. من الاكس ال تي وطالع، في عندك اكس ال تي 2 اللي هو مرتب الجلد، في عندك شاحن لاسلكي، مداخل يو اس بي موزعه ثلاث مراتب، الجير 10 سرعات، دايك على شكل الفرار تقدر تحكم فيه، الار لك الكاميرا هنا 360 360 درجة فقط على فئة البلاتينيوم، تقدر تتحكم فيها او تستفيد منها كذا شغلة. مثلا عندك مثلا عندك الكاميرا الخلفية هنا في اليسار 360، اعطيك تشوف في الرصيف هنا واليمين قدام ورا، مثلا انت تبغى تشوف تقرب تزوم الكاميرا اللي قدام او اللي ورا، معليش هذه. فالحين انت تقدر توقف يعني بدون ممكن ما تناظر ورا، معطيك نظرة شمولية. الشيء الثاني انه عندك اللي هو حاطين لك الكاميرا الأمامية من هنا، نفس الفكرة، تشتغل 360 وشغلت الكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية في عندك كذا وضعية، يعني الحين معطيك أمامية هنا ومعطيك 360، مثلا تضغط مرة ثانية أعطيك الأمامية فقط، ولما تضغط مرة ثانية يعطيك اللي هي الزاوية العريضة اللي هي 180 درجة. فشوف هنا عطيك الزاوية قدام من اليمين ويسار، لما تبغى تعرف الفرق بين هذه والزاوية العريضة شوف عندك هنا كيف عطيك، شوف شوف الاكسبيدشن هنا على اليمين الابيض مثلا مو باين كامل، وشوف الزاوية على يسارها مو باين كامل. انت لما تكون في طرق ضيقة طالع انت من طريق ضيق وفي تقاطع تبغى تشوف في جدار مثلا او مبنى، تبغى تشوف في سيارة جاية من اليمين واليسار، فتستخدم الكاميرا هذه. شوف الاكسبيشن كيف باينت السيارة كلها، فيبين لك الشارع اليمين واليسار. عندك تنبيه خروج على المسار، عندك اللي هو مساعدة اللي هي النزول على المحاذرات، ثبت السرعة وتنازل عشان يقلل استخدام استهلاك الفرامل، ما يخليك تمسك الفرامل وانت نازل. المكيف منفصل عندك هنا، درجة حرارة اليمين غير اليسار، برضو المكيف نفسه هو ثلاث المناطق، يمين اللي قدام يمين يسار منفصل، برضو اللي ورا يقدرون يتحكمون بالمكيف منفصل عنهم. فعندك هنا الشاشة كبيرة من الاكس ال تي 2 طالع، فيها معلومات كثيرة تقدر تتحكم فيها، معلومات عن السيارة، وبما أننا نتحدث العربية فتقدر تغير اللغة من هنا، من هنا تروح هنا برضو. في نظام سينك 3 من 2017 على جميع سيارات فورد طالع، صار برضو يتلقى الأوامر الصوتية بالعربي، من قبل كذا صارت بس الأوامر أضلي كوادرها ورجالها. دقيقة، معليش نغير عن فرنسي كما ما يدري، معليش حببنا الفرنسي حلوة هنا حبيبتنا العربية. اللغة مضبوطة على العربية، تمام. الشاشة فيها أشياء كثيرة، يعني هذا ممكن شيء يعني مشترك بين السيارات. أنا أعطيك شيء المميز في البلاتينيوم، ممكن يعني أقول لك اللون الداخلي، لون الجلد، يعني صراحة شيء واو، يعني تشوف التطريز كيف، يعني عذرا على حركة الكاميرا السريعة، بس أنا أحاول أوريكم الأشياء اللي أنا أشوفها. شوف التطريز كيف، شيء فخم يعني صراحة. التخشيب
الدبل هذا موجود في كل سيارات الاكسبيديشن، لكن هنا زايد الاوتو بارك والحساسات الاماميه. اما الدبل اللي هو الاوضاع القياده، شوف هنا انا بحرك الجير هذا، شوف ايش يطلع على الشاشه. عندك اوضاع القياده، عندك في الاكسبيديشن عندك سبع وضعيات للقياده. مثلا شوف هنا الوضع العادي اللي هو القياده العاديه، الوضع الاقتصادي تبغى يقلص رفعه الوقود، ممكن يخفض الار بي ام، يخفض قوه الدعسه عشان ما تصرف بنزين. سبورت اللي هو عكس ذلك، يعطيك ار بي ام اعلى، عزم اقوى، تبغى تحس بتسارع اقوى، بس برضو انه يعطيك قوه من السياره 400 حصان، فيعطيك اقصى ما عند الماكينه نفسها. السحب والقطر هذه اذا كنت تسحب سياره، قصدي تسحب مقطوره، تسحب كربان، يعني عندك سحب، قوه سحب تقريبا توصل 3 طن ل 4 طن بالنسبه للاكسبيديشن، يعني قوه مهوله في قوه الجر. الوحول والحفر، يعني ارض طينيه حفر، ف الشيء اللي تلاحظه في الاوضاع القياده، الشيء اللي يميزه، شوف هنا اقرب لك الكاميرا، شوف الحين بنرجع اوكي، شوف الحين هو، شوف تحت 4A مشغل لك الدبل توماتيك هو من نفسه على طول. انت لما تحط وضع القياده يشغل الدبل توماتيك على طول من نفسه. لما تحط الوحول الحفار شو فك مع الزاق على طول، هذه هي ميزه الدبل اوتوماتيك او اوضاع القياده حسب التضاريس. عندك الرمل نفس الشيء، راح يكون فك مع الزلاق وحاطط الدبل اوتوماتيك. فانت ممكن تقول الدبل اوتوماتيك، وفي عندك العشب والحصى ما راح يكون فك مع الزلاق، بس انه راح يكون شغال الدبل اوتوماتيك. ممكن تقول ما عندنا ثلج، بس انه في امطار يعني خير تنزل علينا تفيدك في ارضيات الزلقه. ممكن تقول انت في الرمل ما يفيد الدبل اوتوماتيك. في عندك هنا الدبل الثقيل، وهنا لو بتفصل الدبل، وبرضو عندك الدفلك، يعني ايش تبغى اكثر؟ سيارة فخمة، سيارة بار، سيارة طرق سريعة، طيارة سفر، يعني طيارة برضو داخلية. شوف هنا ما شاء الله سعة داخلية رهيبة. هنسكر هذه شوية، جابت لنا حرارة. سكر الغطاء اللي فوق، سكرها مرة ثانية. تمام، يعني صح قاعد اطلع لكم اشياء يعني ممكن تستفيدون منها، يعني في عندك هذه تستفيدون منها في التريلر. ف والله انا ما ابغى افتي لكم، لاني انا مختلط عندي هذه، يعني ايش فائدتها. فهي لما انت تركب المقطوره، هي انا شفت لها مقطع انك انت تحرك الدركسون من هنا، يعني تصير عندك تحكم اكثر بالدركسون عشان انت بالفرار هذا. فبتاكد اكثر ايش فائده هذا، لانه إن هنا يعني ما عندنا مقطورات كثير او سيارات او عملاء يهتموا بالمقطورات، عشان كذا مو عارفين فائده هذا او خاصيه هذه الميزه. هذه اللي عارفينها، يعني هذه اعرفها صراحه، يعني ميزه رهيبه. يعني المقطوره في بعض المقطورات في امريكا مثلا او برا، في تكون مقطورات اوتوماتيكيه او مربوطه بفرامل نفسها، يعني نفس المقطوره يكون فيها فرامل. لما انت تشبكها على الاكسبيديشن يكون في اسلاك برضو تشبكها مع السياره نفسها، فتصير انت تتحكم فرامل المقطوره نفسها من هنا. فحين لما تضغط يقول المقطوره مفصوله، لما تسبكها انت هو يتبرمج
مع الفرامل المقطور اللي ورا، ايش فائدة الحركة هذه؟ فانت الحين لما تكون المقطور ثقيلة، هم يتكلموا عن كارفان البيوت المتنقلة، هيكون وزنها ثقيل، لما تكون ماشي انت وتفرمل وزن الكرفان نفسه يضغط على السيارة، فالسيارة تستهلك فرامل اكثر، يعني وزنها دبلها تقريبا على الفرامل. فانت هنا خلاص يصير عندك زي الفراملين، يعني فرامل السيارة وفرامل المقطورة، فلما تيجي تفرمل تحط بدك فرامل السيارة وفرامل على المقطورة برضه، فتصير تخف كثير يعني عبء على فرامل السيارة نفسها، وما تضطر انك تغير فحمات السيارة كثير. اللي عجبني هنا في مكيف اكسبشن الجديد، شوف المكيف نفسه او الفرار فيه شاشة نفسها يبين لك درجة الحرارة، بغض النظر انه يبين لك هنا يعني فوق، بس هنا نفسه يعني يبين لك الحركة حلوة. يعني شوف الحين بقدر احط 16 او 17، شوف 18 يبين لك هنا انه 18، ما يحتاج تشوف الشاشة كم درجة حرارة المكيف. وهذا يعني انا قلت لكم انه نظرة سريعة، بس انه هو والله اشياء كثيرة فيه صراحة يعني. فان شاء الله عجبكم الفيديو، وعلى قولتهم لايك وسبسكرايب على الشرح اللطيف. ان شاء الله نلقاكم بسيارات اخرى.